هذا وعبر المصريون في المغرب عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقد أكد المشاركون على توافد أبناء الجالية من جميع أنحاء المغرب خلال أيام الانتخابات من أجل اختيار مرشح رئاسي يقود البلاد في المرحلة الجديدة. المصريين حابين انه يشاركوا عشان يثبتوا ان مصر ايد واحده والمصريين ايد واحده في اي مكان، وورا الحكومه وورا الدوله قلبا وقالبا، فاحنا مع بلدنا مهما يكون ومهما حصل. يعني توافد المصريين على التصويت هنا في السفاره يعني حاجة سابقة من نوعها، ما كانش فيه تجمع للجالية المصرية قبل كده. بشارك في الانتخابات الرئاسة بتاعت مصر بتاعت السنة دي، وسعيد جدا بمشاركة وتأدية الواجب، حتى لو الإنسان في الخارج بس بيأدي واجبه تجاه مصر، وتحيا مصر. سعيدة جدا طبعا، ده أبسط حاجة نقدمها للوطن، يعني وطن غالي علينا قوي، وخاصة احنا في الخارج، اللي في الخارج بيكون شعوره ببلده أكتر كمان من اللي في الداخل. احنا لازم ندعم بلدنا، ولازم كلنا نقف في ظهر بعض، ولازم كلنا نشارك. مفيش حاجة اسمها ان احنا ما نشاركش، لا طبعا نشارك وننتخب، كل واحد ينتخب طبعا اللي الرئيس اللي هو شايفه يعني فيه الصالح وكده، فان شاء الله خير يعني بإذن الله، وتبقى حاجة كويسة لمصر، وتبقى فترة رئاسية كويسة إن شاء الله، وفيها أمن وفيها خير للبلد.